صراحة حمد الله هداف 2019 57 هدف، من وجهة نظري بعد أنه يكون أفضل لاعب بالعالم 2019 بالعالم. أنا ميدي محمد محمود سعود أول من العالم. مو بالأرقام أحسن. أنا بالنسبة لي هداف، هداف يا أبو تركي أحسن من ميسي حمد الله. شلون؟ لا 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 عادي. رأيي. طيب في ناس قالوا، في ناس قالوا يوسف اثنين أحسن من ميسي. يا أخي رأيي، رأيي أبو نوار. لا 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 لا. رأيي. أول شيء لا تسقطون على أحد. أنا أسقط على أحد. لا لا. أنا ما سقطت على أحد. لا لا. قالوا إنه بعض الحركات. لا تسقطون بالرأي. هذا يقول لك هداف بالأرقام. طيب أنا أقول لك هداف بالأرقام. طيب ممكن أتكلم أنا. بس شو خليك أفضل حسابي يوضح لي. إيه بس عاد بحسب يقول إنه قال بعض الحركات. خذ هداف 2019. 57 بالأرقام يا جماعة. ومن رأيي المفروض يكون أفضل لاعب فنياً بالعالم 2019. من طيب.